الحمد لله على سلامتك يا دبايا. الله يسلمك. العملية كانت صعبة جدا، لكن الحمد لله نجحت. هي كم يوم كده وترجع تعيش زي ما انت عايزة، واحسن من الاول كمان. ردود الافعال بصراحه بسطتني جدا جدا. انا تعبت قوي في الدور ده، الدور ده من يعني من اصعب الادوار اللي عملتها، والحمد لله ردود الافعال كانت مرضيه جدا جدا. التعاون مع هيفا حلو قوي، بحبها جدا، دمها خفيف وروحها حلوة، والكواليس أصلاً بتاعت المسلسل كله إحنا عدت علينا ظروف صعبة، يعني كورونا وانفجار اللي حصل في بيروت، بس برغم كل الظروف الصعبة دي خلتنا أكتر صحاب، وبنقضي وقت طويل قوي مع بعض، قاعدين في نفس الأوتيل في التصوير مع بعض، فكان كواليس المسلسل ده حلوة بصراحة. عمري ما اتضايق من الجمهور والله، بس انا بشوف ان يعني الواحد، يعني انا دايما مثلا بتابع الناس على السوشيال ميديا، على انستغرام وفيسبوك، فيسبوك اكاونت بتاعي مفتوح ان حد يعمل لي فولو ويتابع الاخبار بتاعتي وصوري وكده، بس بلاقي ناس مصره ان يعني اقبلي الاد اقبلي الاد، فلقيت ان انا بقى ايه، وصل موضوع ان انا بتشتم، يعني اللي هو انت بتتكبري علينا ما تقبلي الاد. فالاسلوب ده كان مش حلو، وانا بني ادم في الاول وفي الاخر، فالاسلوب ده ضايقني، فكتبت بوست ان لو سمحتوا احترموا خصوصيات الناس، ومش لازم ابدا ان انا يعني انت بتتابعني وبتشوف اخباري كل حاجه، مش لازم بقى تبقى عندي في الفرنس على الفيسبوك. بصي ما خلصتش ما وصلش الحاجه. انا بصي ما بقى يعني انا بكتفي بصراحه بالسكوت، انا خلاص يعني كتبت البوست ولقيت الكومنتات دي، وكانت طبعا مضايقاني جدا، وابتديت ارد عليها، لقيت ان انا مش هخلص وبتزيد، ومش ملحقه ارد على مين ولا مين، فسكت احسن بقى.